في إطار هذه الأجواء ربما الإيجابية شيئا ما في هذه اللحظة، بدأت مشاورات تشكيل حكومة التناوب التوافقي الأولى، نتحدث 92-93، لكنها في نهاية المطاف لم ترى النور، لماذا؟ أولا تمت انتخابات البلدية والقروية، لا وانتخابات عفوا انتخابات تشريعية كذلك. في انتخابات تشريعية كان آنذاك مجلس البرلمان مشكل من ثلثي منتخبين بالاقتراع المباشر السري المباشر، وثلث يخرج من المجالس البلدية والغرف المهنية والمجالس الإقليمية. الذي حصل أنه لما تمت الانتخابات المباشرة كانت النتائج لصالح الكتلة الديمقراطية. ففي انتخاب الثلث الغير مباشر تدخلت وزارة الداخلية، وبطبيعة الحال وجهت النتائج بكيفية أنه لم تعد هناك أغلبية للكتلة الديمقراطية، فهذا خلق جو غير صحي. وفي هذه الأثناء كاتبنا الأول أخ عبد الرحمن اليوسفي قدم استقالته من الكتابة الأولى وسافر إلى منزله في كان في فرنسا. قبلتم الاستقالة أنتم؟ لا لم نقبل الاستقالة، بل بالعكس تشبتنا ببقائه كاتب أول، واعتبرنا أنه الاتحاد يجب أن يستمر رغم هذا الوضع. في آنذاك فتح الملك الحسن الثاني الحوار مع الكتلة الديمقراطية، وهنا كنت ككاتب أول بالنيابة أمثل الاتحاد. لأنه عبد الرحمن اليوسفي كما قلت يعني رفضت استقالته، ولكن غادر ولم يعد يعني مشرفا على الحزب هنا. أنت أصبحت الرجل الأول في الحزب، وأنت الذي خضت كل تلك المشاورات مع القصر إلى جانب بوستا وعلي عتا عن الأحزاب الأخرى طبعا حسن محمد بن سعيد أيتي الدر شاركنا في الحوار الأول. المرحلة الأولى كان الحسن الثاني اقترح علينا المشاركة في الحكومة، لكن اقترحنا عليه أنه من غير ممكن أن نشارك في حكومة لن يكون واحدا منا هو المشرف عليها. فهذه اتصالات 93 بقت في هذه الحدود.